السلام عليكم، تبارك الله عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيان، كلشي بخير هنا. توحشناكم بزاف باش اننا نبانو في لا فيديو بحال هكا. نتمنوا يعني تكونوا مزيانين وبخير. المهم الاخوان، غير جيت باش انني نطلع لكم. هو واحد اخونا في الله، يعني فين جيتي انت؟ فين جيتي؟ على البيسي، على المسائل، كلشي هو هذاك. سي محمد راه خدام، يعني خدام وضرب سكت، يعني خدام وسكت، ياك داكشي اللي كاين السي محمد. الله يعاونك، الله يعاونك. كاين شي ديزاينر؟ كاين شي؟ ايه، تبارك الله عليك. نتمنى يعني تمشي بعيد ودير شي قناه في اليوتيوب، يعني باش الناس يستافدوا معاك في الديزاينر والمونتاج وداكشي. وتبارك الله عليك، يعني نتمنوا ليه مسيره موفقه. المهم واحد المعلومه الاخوان، بارطاجيوها بقوه هذه المعلومه زوينه وغتفيدكم. الا جاب الله طاح لك التليفون، ياك الا جاب الله طاح لك التليفون، اشنو خاصك دير؟ والنمره ديال التليفون ديالك كاينه بسميتك، اشنو خاصك دير؟ خاصك ديكلاري عند البوليس، قول لهم راه طاحت ليا النمره ديالي وما فيهاش الكود، والتليفون حتى هو ما فيهش الكود، ولا النمره خدامه ما فيهاش الكود. غياخذ شي واحد النمره ديالك وغيخدم بها. المهم ورا واحد السيد، اشنو وقع له؟ راه ضربوه بثلاث سنين تقريبا. هادشي باش ضربوه، اشنو وقع له؟ يعني راه هادشي بحال الا حضرتي ليه. مشى سيدي طاح له التليفون والنمره، يعني ما فيهاش الكود بين. ومشى داك السيد اللي لقى التليفون دار شي جريمه بديك النمره ديالو، وجاو داو داك السيد اللي النمره، يعني الميساج طلع ليهم باللي هو اللي صيفط الميساج لذاك السيد اللي انتقم من خينا. يعني الميساج اللي بغيت نوصل، عافاكم الاخوان، اللي طاح له شي تليفون ولا شي لعيبه، المهم سيكوريزيا، سير ديكلاري باللي راح طاح ليك التليفون، ما غتخسر والو، باش تحمي راسك وتحمي عائلتك وتحمي اي حاجه غادي يعني اي حاجه غادي تصطدم بها في الحياه. تحمي راسك، طاحت لك شي حاجه سير ديكلاري اخويا، ما غتخسر والو، الله ما تخسر شويه ولا تخسر حياتك كامله ولا تمشي لك شي 3 سنين. المهم الاخوان، هذا هو يعني الدرس ديال اليوم، وهذه هي الافاده ديال اليوم. نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو، وتابوناو وبارطاجيو الى الحلقات المقبله ان شاء الله.